السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم فيضان صقر من مدينة الربح من الإنترنت. أهلا بكم في درس جديد، وأتكلم النهاردة عن إزاي نسوق لموقعنا عن طريق تويتر. دايما لازم نعرف إن تويتر عليه كم كبير جدا من الزوار نقدر نستفاد منهم عن طريق إن إحنا نوجههم لموقعنا أو بنفيدهم في موضوعات معينة عشان نكسب ثقتهم، بحيث ان هم يدخلوا على المدونة بتاعتنا او الموقع بتاعنا عشان نقدر نحقق منهم ارباح. طيب نشوف احنا نسجل في تويتر ازاي. بنكتب الفول نيم بتاعنا، هنا بنكتب اسم المدونة بتاعتنا، وليكن مثلا ارباحي نت. هنا بكتب الايميل بتاعي، تمام. هنا بكتب الباسورد بتاعي، وهنا بقول له ساين اب فور تويتر. فتح لي الصفحة اللي قدامي دي، وبقول له كرييت ماي اكونت. فتح لي الصفحة اللي قدامي دي، بقول له نيكست. هنا فتح لي الصفحة الخاصة بتويتر. هنا بيقول لي لازم تفعل الايميل بتاعك، بنفعله عن طريق ان احنا ندخل على الايميل بتاعنا، وبنلاقي رساله فيها رابط للتفعيل. طيب بنفتح السهم اللي قدامنا ده، وبنضغط على سيتنج. تمام، هنا بيقول لي لو انت عايز تغير اليوزر نيم بتاعك، لازم طبعا ان احنا اليوزر نيم بتاع تويتر بتاعنا يكون باسم الموقع بتاعنا، تمام. هنا بيقول لي اللانجوج الخاصه بالمحتوى او انت عايز تعرضه ازاي، تمام. هنا لو ضغطت على بروفايل هنا بيقول لي الفوتو اللي هي دي، طبعا بغيرها بالشعار الخاص بيا، والهيدر برضو بغيره بالشعار او الصورة الخاصة بالموقع بتاعي. وهنا بكتب رابط الموقع الخاص بيا، وليكن مثلا ارباحي .com. وهنا البايو اللي هو الديسكريبشن الخاص بالموقع بتاعي، وليكن مثلا افكار وبضغط انتر، وبكتب اسم الموقع رابط الموقع بتاعي. تمام، هنا خلصنا. لو انا عايز طبعا اعمل اتصال، اعمل ربط بينه وبين الفيسبوك، بحيث لما انا اكتب حاجه في تويتر تروح للفيسبوك، او لما نكتب حاجه في الفيسبوك تجي لتويتر. بضغط على سيف تشينجز، تمام. هنا بيقول لي كل بتاعتي خلاص اتحفظت. هنا الديزاين، لو انا عايز اغير في الشكل اللي هو الباك جراوند اللي هي قدامي دي، فتح لي الصفحة، بقول له ممكن اقول له change background او ممكن اشيلها خالص. لو انا مثلا قلت choose existing image، بختار صورة من على الكمبيوتر بتاعي وببدأ ارفعها، بحيث يغير لي الباك جراوند الخاصة بتويتر. ويستحسن ان انا اغيرها بصورة تعبر عن الموقع بتاعي او مكتوب عليها اسم الموقع بتاعي، تمام. بكده عدلنا البروفايل بتاعنا والديزاين بتاعنا. دول طبعا اهم حاجة لازم نعملها في الحساب بتاعنا الخاص بتويتر، تمام. طيب عايز برضو انبهكم لحاجة معينة، اللي هي الخاصة باننا لما نيجي نكتب تويتر،
بنكتب مثلا وليكن عندنا مثلا موضوع بيتكلم عن جوجل ادسنس، وليكن مثلا موضوع تمام. كتبت مثلا الموضوع بتاعي وطبعا ما يتخطاش ال 140 حرف. بعمل بعدها علامة الشباك وبكتب الكلمة المفتاحية اللي أنا بستهدفها، وليكن مثلا بستهدف كلمة الربح من الإنترنت. بكده أنا بضمن إن التويتة بتاعتي دي بتظهر للناس المهتمة بالربح من الإنترنت، بتظهر قدامهم، فبالتالي بتجيب لي زوار لموقعي، أو الناس بتبدأ تعمل لي فولو وبتبدأ تدخل على الموقع بتاعي وأبدأ أستفاد منهم في الموقع. تمام. حاجة تانية لازم نعملها، عملنا تويتر بتاعنا وعدلنا في البروفايل وعدلنا في الديزاين، بنبدأ إن إحنا نعمل فولو لناس ليها علاقة بالموقع بتاعنا، عن طريق إن إحنا بنبحث عن المجال بتاعنا، راح نسميه إنترنت، بضغط إنتر. هنا بدأ يبحث وطلع للناس اللي بتتكلم عن الربح من الإنترنت. تمام. ببدأ إن أنا أشوف الناس عن طريق إن أنا بضغط على بيبول. هنا طلع لي الناس اللي بتتكلم عن الربح من الإنترنت. بختار الناس اللي هي يعتبر عليها عليها تتبع كبير أو فولو كبير، وأبدأ إن أنا أعمل فولو 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 فولو. طبعا ما تتعداش الناس اللي أنا بعمل لها فولو ما يتعدوش 500 في اليوم، أوتوماتيك هما في ناس منهم بتبدأ تعمل لي فولو وبتبدأ أشوف الموقع بتاعي، وبالتالي أنا كده كل ما عملت فولو لناس هي بتعمل لي فولو، وببدأ أستفاد منهم إن هما يدخلوا الموقع بتاعي ويشوفوا المحتوى بتاعي، وببدأ إن أحقق منهم أرباح. تمام. أتمنى يا جماعة إن أنتوا تكونوا استفدتوا من الدرس ده، ودي كانت نبذة بسيطة عن إزاي نستفاد من تويتر في التسويق لموقعنا. وأشوفكم في درس جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.